طيب خلينا نروح لموضوع اخر، وحقيقه انه في اهتمام رئاسي بمشروعات الطرق العملاقه اللي بتتم في القاهره الكبرى، عشان كده بنشوف متابعه شخصيه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجولات اللي بيقوم بيها على المشروعات دي. اخرها كمان كان تفقد اعمال انشاء محور حسب الله الكفراوي اللي بيربط بين جنوب القاهره منطقه المعادي بمناطق واحياء شرق القاهره والتجمع. تهدف المشروعات القومية للطرق والمحاور الجديدة لخلق توازن في الكثافة المرورية وتوزيعها وتسهيل الحركة على المواطنين. تلك الأهداف التي يسعى لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحظى هذه المشاريع بمتابعة شخصية منه من خلال جولاته التفقدية لأماكن تنفيذ هذه المشاريع. وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة ومنطقة المعادي بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع، مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي. الجولة التفقدية للرئيس تضمنت عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلاً عن مشروع الماذا بارك لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات. ليست الجولات فقط، ولكن هناك أيضاً اجتماعات مستمرة للرئيس لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود تطوير الطرق والمحاور بغرب القاهرة، سواء من خلال توسعة المحاور الحالية أو إنشاء محاور جديدة، بما فيها إنشاء محور موازي لمحور 26 يوليو بطول 12 كيلومتر لتتكامل مع ما تم من تطوير بشرق القاهرة، وذلك في إطار العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى. هذا بالإضافة إلى تعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق بالقاهرة الكبرى، تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات.